السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتعرف على موضوع التمبلت والانهيرتانس، الوراثة في التمبلت. طبعا التمبلت اللي موجود في البايثون يختلف، لا يعتبر أي تمبلت اعتيادي تستطيع أن تستخدم فيها تقنية الوراثة. طبعا أنا ما أقصد التمبلت هذا اللي احنا صنعناه، لا، أقصد التمبلت اللي موجود واللي شرحناه في دروس السابقة في ديجانجو. فالديجانجو يحتوي على التمبلت. التمبلت هذا ممكن تستخدم طريقة الوراثة في عرض الويب بيج، الصفحة. فلو جينا على الفيو، احنا لاحظنا في الفيو استطعنا انه نعمل الكل حالات الفورم واشياء كثيرة عرضناها عن طريق الريندر، وكان الريندر يكون على باستخدام البيز HTML. فاحنا لو رجعنا للبيز HTML ودققنا انه هنا، هذا ممكن نحذفه، نلاحظ انه هنا الناف بار اللي هو اقصد به، هذا هو نافيجيشن بار. الناف بار هذا انا ممكن استخدم طريقة الوراثة في التمبلت واخذ هذا الناف بار من البيز. خلينا نجرب. لو اجينا في التمبلت عملنا نيو فايل، هذا الفايل نسميه ناف بار او كلمة واحدة ناف بار دوت html. عملت ناف بار دوت html واقوم باخذ الناف بار. لاحظ لما اعمل كليك على الناف اللي هو النافيجيشن بار، انزل لتحت راح ينطيني ملاحظة انه هو ينتهي هنا، فاخذ هذا كله الى هذه الحالة اللي هو الستاتيك ناف بار. اعمل لك كات واجي الصقه في الناف بار دوت html. اذا هسه عندي الناف بار، حاليا عندي ناف بار موجود في html مستقل. جميل. فاذا اجي للبيز، في البيز انا طبعا لو عملت ريفرش الاحظ انه الناف بار اختفى. فحتى استطيع انه استرد الناف بار، ممكن انا ان استرد الناف بار بطريقة الوراثة. كيف يحدث ذلك؟ استطيع استخدام الانكلود. الانكلود فانكشن احنا اخذنا فكرة عنه سابقا. استطيع اخذ الانكلود، لو كتبنا هنا انكلود، هذا الانكلود حامل في داخله انكلود لي الناف بار، ناف bar dot html. لو جينا هنا عملنا refresh مرة أخرى، that's good، رجع مرت لخ navigation bar لنا. إذا استطعنا من تجزئة الناف بار عن البيز. بهالحالة احنا قللنا الكود واستخدمنا نفس الوقت تقنية الوراثة. الانكلود لو تلاحظ احنا بالستاتيك فايلز عملنا لود الستاتيك فايلز حتى يتحمل الملفات في البيز HTML، لكن الانكلود احنا ما ذكرناها في البداية، والسبب واضح كون انه الانكلود هي اصلا معرفة داخليا في مشروع الديجانجو، في فريمورك الديجانجو، فما نحتاج انه نذكرها. بس نلاحظ انه احنا نستطيع انه نعمل HTML في داخل HTML عن طريق الانكلود، عن طريق الوراثة، وعن طريق التمبلت. هذا التاجز مع علامة النسبة المئوية، هذا نعتبره تمبلت. اوكي، هذا اللي احنا نسميها بالتمبلت، عن طريقه نستطيع دمج اكثر من HTML مع بعض ويظهر لك بهذا الشكل كانما هو صفحه واحده. الفكره من عنده والفائده من عنده انه انت تستطيع ان تعمل مانج اداره للناف بار بدون تاثيرك على بقيه الاكواد. يعني هذا اكواد اذا كانت كثيره، يعني انت صعب انه تعمل إدارة عليها وتعمل maintenance معالجة عليها. فعن طريق تجزئة الصفحات ممكن انه انت عندك خلل في النافبار او تحب تطور على النافبار، ممكن تعملها النافبار بشكل منفصل، ومجرد انه انت تنادي عن طريق الانكلود باستخدام الوراثة في التمبلت فيظهر عندك في الصفحة كون، يعني يظهر بشكل انه موجود في نفس الصفحة. فاذا اجينا على مثلا نلاحظ هنا عندنا البروجكت نيم، لو اجينا على البروجكت نيم، هذا البروجكت نيم مثلا كتبنا بايثون ويب، وجينا عملنا مرة أخرى ريفرش،
That's good. Python web. تغير البروجكت نيم الى بايثون ويب. هذا جميل، يعني انه انا استطيع اعمل اداره للنافيجيشن نافيجيشن بار بدون انه ادخل في البيز واعمل تغييرات ممكن تحصل لي مشاكل. فاستطيع انه انا اضع HTML في داخل HTML اخر، وهذا يسهل لي الصيانه. خلينا نشوف الوقت الدرس. اوكي، 5 دقائق نوقف التسجيل ونكمل وياكم الدرس القادم ان شاء الله. مع السلامه.